في العادة نمدكم ديما بالحاجات الجديدة والحاجات توندونس. اليوم حاضر معايا خبير التجميل علاء الجاسمي. اليوم باش نحكيو على توندونس في الكولوراسيون. وقت اللي يبدا الشعر كاين الحاجة اللي عجبتني فيها انه رابيديتي ما تبقالكش الشعر وفيها برشا مميزات اخرى. كاية بطبيعة الساعة قبل كل شيء نرحب بضيفي نهار زين. عايشك ميرسي بوكو سمية. صافا ميرسي عايشك وميرسي بوكو على الاستضافة نتاعك. مرحبا بك علي. دونك اليوم نحكيو على تكنيك جديدة عايشك اللي هي في الصبيغة في لون الشعر. تكنيك 2024 تحكي لنا عليها شوية. ان شاء الله ديما جديد موجود 2024 ان شاء الله ربي يسهل علينا في الخير الكل. عام مبارك للناس الكل. ديما جديد في الكولوراسيون تكنيك اومبري في الكولوراسيون هذه معناها ماخذ صداقة كبيره انترناسيونال عالميين وحتى في تونس قاعده نخدموا بها. علاش؟ خاطر سميه شفت تكنيك جديده هذه فيها برشا تميزات معناها تختلف على التكنيك الاخرين. يعطيك الصحه. تكنيك ليبر اسمها سانلايت. تكنيك سانلايت ستيل في معناها كيفاش ترسم الشعرة معناها تخدمها الطون اللي تحب توصل لها في الكولوراسيون الطون 7 8 9 معناها الطون اللي تحب عليه وين توصل للشعرة ما تتقلقش ما تبقاش تتحكم في الطون اللي تحب عليه انت تتحكم في الطون اللي تحب عليها انت اوتوماتيكمون. ثم سر في الميلانج كيفاش ما تكونش لاهي الميل بالنسبه للتكنيك كيفاش بتخلط كولوراسيون باش ترسم الشعر ما تكونش لاهي جاريه برشا لاهي خاثره. انا عندك تكنيك تكون كي الكريم البات نتاعها كي الكريم تخدمها ومعناها تفتيح للطون تاع 5 ل 8 توصل للطون اللي تحب عليها وبعد تعمل اي كولور على البيج على الكراميل. انا حاجه مزيانه برشا ننصح برشا الناس كما قاعدين نشوفوا في الفيديو خاطر باش نوريهم احنا الميثود الطريقه بالضبط كيفاش كما قاعدين نشوفوا الساده المشاهدين. دونك قلت لي تنصح خاصه ما تعرف احنا نسي راهو المثال انه حتى واحده من الناس مثال فهمت ما نحبش نصبغ برشا فهمت حتى كي الشيء بيطلع ما يقلقنيش نخليه على خاطر الوقت معناه يشد لك ساعات حتى نهار كامل باش تعمل شعرك والكل. دونك فوالا الحاجه اللي عجبتني في التكنيك هذه على انه سرعه معناها رابيديتي معناها كي تعمل لي غاسين في الكولوراسيون الباقي يقعد لانغول لو بوانت. تحب ديما تعمل شونجمون حكم احنا تو الشتاء ونحبوا ديما لي شونجمون تبدل تقول لك انا ما نحبش فاتح برشا ما نظهرش الشكل اللي باش ديما ما يقلقنيش ديما اوفر ولا حاجه حاجه ديسكريت تكون حاجه مزيانه تعمل لها تكنيك هذه السان لايت تكنيك ليبر رابيديتي تربح في الوقت برشا حتى مثلا تعمل دو ولا تروا كليون في النهار مثلا في نفس الميم في نفس الوقت تنجم تخدم ما يقلقش وطون تو بوز نتاعها خفيف معناها طون انت معناها مش تقعد الكليون تاع 4 سوايع ولا 5 سوايع تعمل في الكولوراسيون معناها تضيع لها وقتها برشا وطون اللي تحب اللون اللي تحب عليه هي في الطون تاع المارون غلاسي مارون شاتان فرونسي ولا حاجه كيما هكا تبعدش برشا على الفاتح ولا الغامق معناها انت تبعك في اللون معناها تبعك في اللون اللي تحب عليه الفيزاج نتاع الوجه تبعك في اللون اللي تحب عليه انت اي بيان سور انت والفيزاج نتاع الوجه حكم احنا عندنا في اللي تبدا حاجه تكون توا متقلقه شويه في ديما تعمل لي شونجمون وكل شيء تقول كي زعما يواتيني زعما لا معناها تمشي انت والطعم تاع البوم نتاعها معناها ميك اللي يواتيها اللون هذايا مثلا تبدا انت مارون غلاسي يمشي مع معناها البون تاعنا ويمشي مع الطونكل معناها السمرة البيضة اي كليونت معناها يواتيها فهمت كما قاعدة نراها تو كما قاعدين السادة باش قاعدين نشوفوا اللون ياسر ممتاز وحتى فما ديغراداسيون هكا فما ديغراداسيون محلها على الاخر ويمشي على شوفو ناتشوغال اكزومبل مثلا ما عندهاش هي تقول لي انا ما نحبش الصبغة خاطر برشا شعرها يبدا ناتشوغال باش نحكي لك قبل ما تكمل لي باش نحكي لك زاد على الشيب نراها معناها تقاوم الشيب خاطر ماك تعرف الصبيغه الشيب قد ما تسبق يغلبها كي يتفوق الشيب يقعد ابيض كي يقول لك ما تنحاش بيان سور ثم الشيب ثم الشيب ثم الشيب يكون على الشعر كامل مش كان في اللي غاسين برك معناها كي تعمل التكنيك هذه ما عادش يولي عندها شوفي بلون ما عادش تركز عند الشيب تولي تركز على اللون معناها التوندونس اللي خرجت جديده معناها حاجه مزيانه برشا يولي روفلي معناها مع الشعر ناتشورال يولي روفلي ما عادش يولي عندها شوفي بلون ما عادش يقلقها خاطر شنو هو الشيب المشكله في الشيب كي انت تطلع لك شيبه تولي تخمم في شيبه اللي طلعت لك يولي راك تطلع لك شيبه اخرى تولي تعمل لك ستريس الشيبه هذاك يعمل ستريس يولي الشيب يهيج فهمت يولي يكثر احنا اوتوماتيكمون كي تعمل الحاجه كيما هكا دونك ما تمسش اللي غاسين تعمل من لانغور لو بوانت ثم ديغراداسيون تو تراوها بعد معناها في التيلي تكون حاجه مزيانه برشا ثم ديغراداسيون ناسقه
مع الكولوراسيون تبدا شعر ناتوريل و لانكور لو بوينت فيها كولوراسيون تبدا متناسقه تبدا لون مزيان وحتى كي يطلع لها شوف بلون ما يقلقهاش ديما شيخة على اللون اللي عملته معناها هذه اللي يكون شعره معناها شعرها كل في شيء على طول مش كان في اللي غسيل بحكم اللي شعرها كولوري معناها ديما تصبغ وطلعوا لها في اللي غسيل ديما تقعد تعمل كان اللي غسيل على ناتوريل معناها ترجع شعر ناتوريل اكزومبل تغطي شيب معناها نعملوا ابليكاسيون كان على الشيبك ومش نعملوا على الشعر يعطيك الصحه تنجم تعمل كان على اللي غسيل اكاهو والباقي لانغور لو بوانت تنجم تعمل لها تكنيك هذه اللومبري هيك سان لايت وتخرج تكنيك حلوه برشا اون فيت خاطر شعر ديما السر هو الجمال المراه ديما يكون شعرها ناتوريل في اللي غسيل لوطاني ميسيج تحكي عليا على حسيتك دونك لا شعرك ما احلاه سميه خاطر ديما ما تبعدش على التكنيك اللي نخدم فيها انا واللون اللي نحكي عليه انا ما تبعدش عليه برشا دونك ديما نحكي ديما على البروبليم اللي عندها شيف بلون في اللي غاسين وديما تسبق مثلا جمعتين ثلاثه تمشي تعمل لي غاسين كيف كيف انت تعرف ديما الكولوراسيون تاع شعرنا ساعات كي نعملوا لون معين يمشي شويه للحموريه وقت اللي يفتحك اللون نعاني ممكن الحموريه ولا تبدا حموريه ولا ساعات تبدا عادي على الاورانجي شويه ساعات الصبيغه اي دونك في التكنيك نتاعنا هذه ما نوصلوش المشكله هذه ما نوصلوش بالعكس ما نوصلوش المشكله هذه كي تكون هي مش باش تعملها وحدها تكنيك في الدار بوتيتا تنجم تكون تعمل لي غاسين يعطيك الصحة فوالا في لي غاسين تنجم تصبغ وحدها أما أنا نصيحتي معناها اللي تصبغ وحدها مثلا نتجنبوا أول حاجة ما نصبغوش وحدنا في الدار ولا كان أون كاو معناها صبغت وحدك في الدار الضريت معناها أوبليغاتوار باش تصبغ في الدار وكل شيء تعمل لي غاسين إيسونسيال ما تعملش ديريكت من قدام معناها الكونتورينغ نقول انا تفرق الشعر وتعمل باش تظهر في ناتوريل وقد ما تقدم تكون حلوه ديما ننصح اكثر كما قلت لك بالتكنيك هذيا ولا الكونتورينغ خاطر هو اللي باش يغطي لك شوف بلون تولي تركز على اللون نتاعك ما عادش تركز على الشيب خاطر الشيب قد ما انت تخمم فيه قد ما يهيش قد ما يطلع فلا قد ما انت تصبغ في اللي غاسين قد ما انت تصبغ فما ناس زاد ننصحهم يصبغوا ديما في اللي غاسين خاطر هذيك كي تطلع قد انت تصبغ اليوم بعد جمعه زيد يجي شيء صحيح معناها احنا نتجنبوا الحاجه هيك متصبغه برشا برشا راهي تقلق الـ تقلق الـ تقلق الشيء وتهيج برشا تقلق الشعر شكرا لك شكرا لك اول مره راه خبير تجميل يقول لك معناها راه ينصح بالحق ينصح معناها من اعماق قلبه ينصح قال لك ماذا بيك معناها ما تصبغش ديما ديما حتى اذا طلع الشيء فيها بيت حاول تتجنب حاجات اخرى معنا صحيح شكرا لك خبير بكو. التجميل علاء الجسم يعطيك الف صحه تكنيك ياسر مزيانه كما قاعدين نشوف فيها حاجه مزيانه على الاخر اللي هتعمل فيها رابيديتي معناها ياسر رابيد ما تضيعش نهارك الكل والاهم من هذا الكل انه تعطيك لون مزيان ونبعد شويه عليك الحمورية وساعتك الشعر هيك يترشق يولي هيك الاورانج شويه بالحق حاجه خايبه على الاخر احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج نهارك زين مرحبا